قيادي إرهابي بارز قضت عليه الوحدات العسكرية خلال المعركة الأمنية الكبرى في حي عبد الكافي بمدينة سبها جنوب البلاد، والتي قتل خلالها 9 إرهابيين وتم القبض على 2 من زوجاتهم. المتحدث العسكري قال في منشور على حسابه الرسمي بفيسبوك إنه بعد استيفاء التحقيقات تبين أن أحد القتلى هو أبو معاذ العراقي ويكنى أبو عبد الله العراقي، وهو المستشار العسكري لتنظيم الدولة الإسلامية وزعيم داعش في شمال إفريقيا. وأضاف منشور المتحدث العسكري أن العراقي دخل ليبيا بتاريخ 12 من سبتمبر عام 2014 رفقة الإرهابي عبد العزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، لافتا إلى أن الأنباري حينها كان أميرا للتنظيم في البلاد، وأبو معاذ مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي. وتابع البيان بعد مقتل الأنباري على يد الجيش في أحداث درنة سنة 2015 تم تكليف أبو معاذ بزعامة التنظيم في شمال إفريقيا. مصادر أمنية أفادت بأن أبو عبد الله العراقي هو من أكراد العراق، وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة.